اجي معايا واجي معايا لا ثلاثه نديروا المره خير regardez la caméra s'il vous plaît on va essayer الدليل اللي كنشوفو اليوم هو ان هذا المنتوج يمكن له يتصاوب هنا بتكلفه تنافسيه ويتوزع هنا ويتصدر لنفس البلدان اللي كنا كنشتروا منها ويخدم 260 كفاءه مغربيه ومغربي. وهذا هو النموذج اللي كنشتغلوا عليه وكنشتغلوا عليه ألف مرة. علاش ألف مرة؟ حيت اليوم كنتوفروا على 1192 مشروع اللي غتشغل 260 ألف مغربية ومغربي في استبدال الواردات وفي تقوية السيادة ديال بلادنا. وهذا برهان ونموذج اللي ان شاء الله خاص المغاربه كله يشوفوه. سيدي بسم الله على بركه الله الله يكمل لك الخير. شنو يا الله خليك معاك. شكرا. الله يكمل لك الخير. اليوم كنفتخروا بتدشين مصنع اللي المنبع ديالو هو بنك المشاريع، وهذا افتخار كبير حيث بنك المشاريع اليوم كترفع اقبال كبير. وصلنا ل 1192 مشروع اللي كنشتغلوا عليها من اجل خلق 260 الف منصب شغل. شنو هو الرمزيه ديال هذا بنك المشاريع من اجل السياده و استبدال الواردات؟ هذا المصانع هذا المصنع اللي شنو هو سيد كان كيوزع البضائع في المغرب كيستوردها من الخارج، عنده خبره بالنسبه للسوق، وقرر يستثمر 70 مليون ديال الدرهم ويشغل 260 مغربي ومغربيه. هاد 270 مغربي ومغربيه كيوفروا المنتوج للسوق، المنتوج اللي كان كيستورد يعني كانوا كيشتغلوا عليه 270 اجنبي، يعني وفر مناصب شغل في المغرب باش يسوق للمغرب، والان ولا كيصدر للبلدان اللي كان كيستورد منها. هذا هو الهدف. المغرب ضخمه، التنافسيه ديال المغرب كاينه، وخاصنا نستافدوا من هذه الكفاءات وهذه القدرات المغربيه باش نشريو نوزعوا المنتوج الوطني اللي غيشغل وليداتنا. بحال اللي كتعرفوا كنقوموا بالافتتاح ديال المصنع ديالنا المغربي للاخشاب. افتتاح رسمي، وهذا الافتتاح رسمي اللي كيعني لنا حنايا اشياء كثيره. كيعني لنا اولا على اننا تحولنا بشكل رسمي من مستوردين منتوجات خشبية جاهزة للبيع إلى مصنعين لهذه المنتوجات الخشبية. كيعني لنا كذلك الإخوان على أن فرص الشغل اللي كنا كنوفروها في بلدان أجنبية، حيت بحال اللي كتعرفوا لي فوليوم ديالنا كانوا كيشكلوا واحد القدر كبير، وكنا كنديروا عقود سنوية مع هذه المصانع بحيث كنا كنوفروا فرص شغل دائمه في بلدان اجنبيه. سوسيتي ماروك اخشاب هو مصنع متخصص في صناعه الالواح الخشبيه لي بانو دو بوالاتي لي بانو دو كونتر بلاكي. المغربي للاخشاب
في الاول ديالها كانت مجرد مستورد لهذه المواد من دول اجنبيه، وكانت كتقتصر فقط على التسويق والبيع ديالها في الصعيد الوطني. بعد ذلك مغربية الاخشاب قررت باش دير وحده صناعيه لاستبدال المنتوجات المستورده بمنتوجات مصنعه محليا بايد عامله مغربيه، وحاولنا بقدر الامكان وبالطاقه ديالنا كامله باش نوظفوا المواد الخام المغربيه ونديروا واحد القيمه مضافه للثروه الغابويه ديالنا. بحال شفتم معنا جميع على ان كنتعاونوا مع عده مقاولين يشتغلون في المجال الغابوي، كناخذوا من عندهم ما يجمعونه من 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 الاشجار، وكنوظفوه في صناعه الخشب الرقائي دي بانو دو بوالاتي. المغربية الاخشاب كانت كدير عقود سنويه مع مصانع اجنبيه اللي كانت كتعطينا الطاقه الانتاجيه ديالها كامله، وكنت كنشوف على ان حنا كنجيو من المغرب كنمشيو لبلدان اخرى كنحدثوا تما مناصب شغل، كنحدثوا تما فالور اجوتي، وباغ كونت حنايا هذيك الفوليوم اللي كنا كنديروا كامل كنا واصلين لواحد الشفر اللي كان هو مهم جدا، كانوا عندنا 7 ولا 8 ديال الخدامه، وهادشي هذا اللي كان دائما كيحسسنا بواحد الاحساس ديال عدم الرضا، ولذلك خدنا هاد الخطوه اللي هي كتحتاج واحد القدر كبير ديال الشجاعه باش تحول من مجرد مستورد الى مصنع، وانتم طبعا كتعرفوا التصنيع شنو كيتبعوا.